هنا سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بمناسبة احتفال مملكة البحرين بيوم المرأة البحرينية، مؤكدا سموه أن دعم سموها ومساندتها للمرأة البحرينية في شتى المواقع أسهم في بروز العديد من الشخصيات النسائية في المملكة، والتي كان لها حضور متميز في مختلف المجالات أسهم في عكس الصورة المشرقة عن المرأة البحرينية. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن المرأة البحرينية نجحت بشكل كبير في المجالين التشريعي والبلدي، وكانت مشاركتها ناجحة خلال السنوات الماضية بفضل دعم القيادة الرشيدة للمرأة البحرينية. وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إن المرأة البحرينية نجحت في إثبات إصرارها وتفوقها في الكثير من المواقع، وباتت تحتل مناصب عليا، وهو الأمر الذي يثبت مدى كفاءتها، مؤكدا سموه فخر البحرين بوجود نخبة من الشخصيات النسوية لها إسهاماتها الكثيرة وبصماتها الواضحة في عملية التنمية التي تشهدها المملكة. وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن تمنياته كل التوفيق والنجاح للمرأة البحرينية في عملها بمختلف المجالات والمضي والمثابرة من أجل أن تحظى المرأة بكافة حقوقها، وأن تعمل على بذل كل الجهود التي تمكنها من تسلم كل مسؤولياتها من أجل خدمة هذا الوطن الغالي.